طيب امتى بقى سبت انك تبقى مذيع ورحت للتمثيل؟ لا بقى بقيت مذيع واشتغلت مخ، كل دول بيشتغلوا مع بعض مع في وقت بعض. واحد. في وقت واحد كنا بقى انا وعزت العلايلي واحمد توفيق، واحمد توفيق هو يعني طبعا الدماغ بتاعنا. طبعا. قلت له يا احمد احنا هنا 15 واحد هنا خريج مع التمثيل، قسم التمثيل مساعدين اخراج. فليه ما نعملش فرقه مسرحيه مننا على ال 15 دول ونسجل المسرحيه، احنا الثلاثه انا والعلايلي واحمد توفيق، ونسجل المسرحيه وتذاع على شاشه التلفزيون. لان كلهم نفسهم. دي كانت الافكار الاولى لفرقه المسرح التلفزيونيه. ده بقى سبب مسرح التلفزيون. أيوة. فاجتمعنا، كان المنطقه اللي فيها استوديو 9 دي بقى كان اواطيح خشب. استوديو 9 ده خليني اقول للناس الدور اللي فوقينا، الدور الثاني. ايوه التاني. ايوه صحيح الدور الثاني. كلنا اواطيح خشب كده من حسن بيه حلمي رحمه الله عليه لغايه احنا بقى الصغيرين جنبينا مدام همت والاستاذ صلاح زكي وكل دول، كلنا في اواطيح خشب كنا شايفين بعض كده مع حاجات بعض بسيطة يعني كده. اجتمعنا بتوع مع التمثيل دول، وفي اسماعيل الله يرحمه المخ الكبير وناقد فني كمان. طبعا انت عمال تحكي لي ناس قمم من التاريخ اللي بتقول عليهم. كتب لنا كتب المذكره، ومعانا الراحل الطيب الكريم ابراهيم الصحن. يعني طبعا الفكره عجبت الدكتور حاتم. كان دكتور حاتم وزير اعلام. انا مش هموش الخير طبعا في اي مكان. وعملته المسرحيه؟ لا راح هو عمل مسرح التلفزيون جاب سيد بدير بقى. قال لك بس تعالوا بقى هتعملوا مسرح بجد؟ نعمل مسرح بجد. ثلاث فرق مسرحيه تمام فيها كاست بقى ايه انطلقت. يعني اقول لك الفرقه اللي انا كنت فيها صلاح قابيل، يوسف شعبان، حمدي احمد، انا، عزت العلايلي ما شاء الله، فؤاد احمد، مجموعه